بسم الله ما شاء الله، يعني الاثنين عاملين شغل رائع جدا. مين تاني يا سعد؟ أكرم له موقف خاص. اتفضل. يعني هو كابتن وليد قال بقى الاسامي، ف يعني أكرم له موقف خاص في يوم ماتش، انت كنت في الماتش، يوم ماتش النهضة البركان، اللي هو نهائي السوبر. نهائي السوبر، صلاح محسن من اللعيبه المهمه جدا طبعا. جدا، ومن احسن المهاجمين اللي الواحد شافهم في السنين الاخيره، عنده امكانيات رهيبه. كان وليد بيقعد يكلمه في حاجات معينه في التمرين، فعنده امكانيات رهيبه، قوه، سرعه، مهاره، دماغه برجله، صغير. من الصفقات فعلا كانت مهمه جدا. هو صلاح يعني شخصيته طيب غلبان، فمحتاج معامله معينه، وهو من النوعيه اللي ما ينفعش تقول لها معلومات كتير. يعني انا عايز منك واحد بس. واحد يعني الكوتش مثلا بيحب يحفظ كتير، فانا مثلا كلمت مع الكوتش مره، قلت له كوتش يعني ما تقولوش واحد اثنين ثلاثه اربعه، اديني النهارده واحد وبكره اثنين وبكره اثنين، ده لو حفظ واحد يعني للدرجه دي. فهو صلاح محتاج المعامله، هيديك انتاج كويس جدا. فهو كان شايف ان هو بعيد، فانا عايز اخرج. قلت له هتخرج ليه؟ هتخرج علشان تقول ان انا لعيب كويس، او ان انا جدير ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. طب ما انت موجود في النادي الاهلي. ايوه. فالتعب اللي هتتعبه بره، والحرب اللي هتحاربها بره، هتموت نفسك بره، موت نفسك هنا في التمرين. الحاجه الثانيه، احنا شهر واحد، هم الموسم فاضل له 5 شهور، اتعب فيهم وشوف نفسك اخر الموسم هتوصل لفين. بس اوعى تسيب النادي الاهلي. اوعى تسيب النادي الاهلي، انت لسه جاي من اعاره، اوعى تسيب النادي الاهلي، اصبر، ولسه الماتشات كتيره جدا جدا جدا. بس وابتدى صلاح يشتغل، ابتدى يتمرن، وطبعا دورنا سواء انا او وليد او شناوي، الامانه برضو شناوي له دور كبير في التواصل طبعًا مع الكوتش، لان شناوي برضو لما نجيله له ادوار كبيره جدا يعني في الفرقه، بيعملها الامانه كقائد وككابتن. اتكلم مع الراجل ان برضو صلاح بتحاول انت توصل له معلومه معينه، حاجه معينه هو ممكن ما يكونش عارفها قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اكرم الموقف ده كان بالنسبه لي صعب، لان يوم ماتش نهضة البركان اكرم كان خارج التشكيل. اوكي. خارج ال 18 يعني؟ خارج ال 18 قائمة الماتش. اكرم يعني غير ان هو من ارجل اللعيبة اللي في مصر، دي حقيقة، هو من اقوى اللعيبة اللي في مصر، ومن احسن اللعيبة اللي في مصر في المكان، وكان نص الملعب يعني. وهو له معزة خاصة عندنا كلنا يعني. هو لعيب ملتزم جدا، ولاعيب مخلص جدا، وملتزم جوه الملعب وبره الملعب، يعني راجل راجل لاقصى درجة. فاكرم كان خارج التشكيل، وانا واقف مع اللعيبه اللي بره بنحاول ان احنا نبعد المجموعه اللي بره علشان خاطر الفرقه تركز في الاوضه، نلبس، بيعمل الراجل بيقول معلومه او حاجه. فاكرم جه انا ماشي جنبه، فلقيته قام هو يعني خدني بالحضن، عمال يعيط منهار عياط من كتر ما هو زعلان، كان نفسه يبقى موجود في الماتش فمنهار. انا يومها قلت له انت هتبقى احسن لعيب في الفرقه دي وهتكسر الدنيا. قلت له اوعى تزعل، لسه بدري ولسه الموسم طويل ولسه اللي جاي اهم واصعب. فيا اكرم اصبر وما تزعلش ومعلش لسه. ده بعد بقى اتقال التشكيل وبعد كل حاجه، خلاص يوم ماتش. هو قلبه مع الفرقه لا طبعا بس طبعا يعني نفسه يبقى موجود، عايز يبقى موجود، نفسه يبقى موجود. على فكره ده كل لعيبه الكوره كده بيحسوا، بس هو يمكن عنده. بس يومها انا قلت له الكلام فعلا، انا بقوله انا مقتنع بيه. بس هو محتاج فرصه، فالفرصه غير كده كانت الاسلام الفرقه بتكسب وماشيه، وفي توليفه معينه الراجل مستقر عليها، والدنيا الامور مستقره يعني. في لعيبه حتى انا ببقى هموت ونفسي العب طبعا، وليد هيموت ونفسه يلعب. انا لسه كنت هقول لك بقى السؤال، المشكله ان اكرم بس كان زعلان، في زعل يعني، اكيد نفسي العب، مش راضي يعني. بالظبط، مش راضي بالقعده يعني، مفيش حد بس كده. مش هتولع في الراجل والفرقه يعني عشان خاطر مصلحتك. سعد هو عياط اكرم، انا اتكلمت معاه بعد الماتش، بيقول لي يا كابتن انا حاسس ان انا بتعب جامد في التدريب، والامانه من احسن الناس بتمرنه، مرن جامد جدا. بيقول لي انا حاسس ان انا بتمرن، بس انا حاسس ان الراجل مش باصص لي يعني. ولا قلت له انت هتلعب زي ما قال لك سعد، هتلعب والله. فرصتك هتيجي، وطول ما انت بتعمل كده وجاهز لما تتحط وتاخد فرصتك هتثبت، لكن انت لو ريحت وما اتمرنتش كويس هتبقى بعيد جدا يا اكرم، انت خليك زي ما انت. قال لي ما انا صعبان عليا نفسي وبتاع. قلت له لا، طول ما انت بتتمرن كويس وجاهز زي ما انت بتقول انت بتتعب، ربنا هيديك، ولما تيجي الفرصه هتلاقي نفسك انت اللي راكب وبتلعب. وربنا كرمه عشان هو فعلا بيتمرن كويس جدا وكان جاهز للفرصه. بسم الله ما شاء الله، اساسي ما شاء الله، 4 5 6 اللي بالك ما كانش عايز يلعب باك رايت كمان. ما هو الباك رايت ده اسلم يعني عقربه. يمكن احنا اتكلمنا مع الراجل برضو الشناوي ووليد وانا، ان في اوقات الراجل مركز مع المجموعه اللي بتلعب ومشغول بالبطولات وبالماتشات، فممكن انت اوقات تقول له ايه، كلم اكرم، كلم اكرم نفسيا، يحسسه ان هو دوره قريب، ان هو جاي هنحتاجه في اي وقت، ماتشات كتير،
وبعدين هاني لوحده في الحته دي فمحتاجين يبقى معاه حد. فاكرم كان نفسه يلعب في نص الملعب، قلت له الراجل لو قال لك اقف جون اقف، انزل الملعب انزل الملعب. فاول ماتش بركات بركات بركات، انا مره جالي برد فالراجل قال له هتلعب، هو انا عارف ان هو ما بيحبش يلعب، ما بيحبش يبص للباك رايت، فبقول له قال لي اه هلعب يا نجم ان شاء الله يا رب يحط تعال انا هلعب يا نجم، قلت له هتلاقي وانا تعبان قال لي اه هلعب يا نجم، ما لو حطني ورا الجون انا على حد ادوس انت عارف. لعب اول ماتش الترجي، ترجي اه يعني سبحان الله يعني انا قلت له افتكر الحزن اللي انت كنت فيه ربنا يكرمك بقى قبل النهائي، وترجي هناك ترجي هنا ماتش اربع ماتشات الدوري ماتشات الدوري كلها، وكل ماتش يبقى من احسن من احسن 2 3 في الماتش، فتح الماتش كايزر تشيفز ولحد الماتش النهائي عمل اسيست عمل الاسيست يمكن اكرم طرد الواد هو اللي عمله بالظبط والماتش وماتش الترجي كان هو وحمدي فتحي للامانه رجوع حمدي من الاصابه مع اكرم كانوا افضل 2 في المباراه ورجع ويعني كان من اهم اسباب فوزنا بالبطوله يعني. فالحمد لله كابتن اسلام يعني هو زي ما الكابتن وليد قال لك انت اهم حاجه النادي الاهلي طبعا، اهم حاجه الفرقه تكسب وبتشيل الكاس، وفي الاول في الاخر هي ما بتتحسبش للعيب واحد او اثنين او ثلاثه، فرقه النادي الاهلي كلها.